في وسط واقعنا اللي بنعيشه وانشغال الجميع بلقمة العيش، بنلاقي ناس تانية بتفكر خارج الصندوق، بيطرقوا الأبواب فيستيقظ الجميع ويلبوا النداء لتختفي الآه عندما تظهر نبض الحياة، لتجبر كل قلب حزن أو انكسر، لأنهم يؤمنون أن عند الله يبقى الأثر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كل لحظة حضراتكم طيبين. النهاردة بنفتح باب جديد من أبواب الخير، باب بيت من بيوت الله عز وجل، وبيوت الله في الأرض المساجد. وطالما هنتكلم عن المساجد يبقى أنا في ضيافة مين؟ تمام، في ضيافة الولي الذاكر والصفي العارف فضيلة الشيخ محمد رضا عبد العزيز. يا مرحبا مولانا. أهلا وسهلا دكتور. أشرقة فيك الأنوار، ربنا يعزك، ربنا يبيض وجهك يا رب، ودايما كده بتطل علينا بنورك. الله يرضى عليك، ربنا يكبر بخاطرك يا رب. ومعنا في هذه الحلقة الصديق العزيز فضيلة الشيخ أحمد ممدوح الداعية الإسلامي. كل لحظة حضرتك طيب. حضرتك بخير دكتور مصطفى، دايما كده منير. الله يعزك يا رب. يا أبا المنير الله يعزك، ربنا يكبر بخاطرك يا رب ويحفظه لك يا رب ويجعله دائما وأبدا من عمار بيوت الله عز وجل. اللهم آمين يا رب. اللهم آمين. سيدنا الشيخ محمد، دايما حضرتك كده مرتبط بالمساجد، فنحب احنا وسادة المشاهدين من أول الحلقة كده نتحدث عن بيوت الله عز وجل. أحمدك وتعالى وأصلي وأسلم على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك على سيد الوجود والبركة العامة في كل موجود، صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين وبعد. أولا، بيوت الله في الأرض المساجد، والله سبحانه وتعالى جعل نوره يتجلى ويتبلور في بيوت الله، فمن أراد أن ينير وجهه فليلزم بيت الله سبحانه وتعالى. الله. في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. إذن هذا النور، بعد ربنا سبحانه وتعالى ما يتحدث عن الله نور السماوات والأرض، يأتي هذا النور متبلور في بيوت الله. الله. فمن كان في بيت الله سبحانه وتعالى ينال نور الله. ونور الله جه منين؟ لأن الصلاة نور، والصلاة فرضت عند الله سبحانه وتعالى وهو النور، على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم النور. الله. في كتاب الله العزيز المبين وهو نور. الله. إذن من واظب عليها كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة. من الصلوات التي تمتاز بعدد يتفرد عن غيره مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فقال صلى الله عليه وسلم: الصلاة في المسجد الحرام بمئة ألف صلاة، والصلاة في مسجدي بخمسمائة صلاة، والصلاة في المسجد الأقصى بخمسمائة صلاة. يبقى الصلاة في مسجد سيدنا النبي بألف، الله. الصلاة في البيت الحرام مئة ألف، الصلاة في المسجد الأقصى بخمسمائة. ده ثواب كبير قوي يا مش طبعا محمد. ده ثواب كبير جدا جدا. نعم. جدا. نعم. بس المين بقى لمن أراد أن يعمر بيوت الله عز وجل؟ نعم. سيدنا الشيخ أحمد، سيدنا الشيخ محمد رضا بيعرج تعريجة جميلة قوي، ويقول لك أن الله سبحانه وتعالى ذكر النور. الله. في سورة النور. نعم. والله سبحانه وتعالى اسمه النور. نعم. طب هل من سبيل أن أنا أجاور المكان اللي فيه ربنا سبحانه وتعالى، أجاور رب العالمين سبحانه وتعالى واقتبس من نور الله؟ طيب، خلينا بس الأول أقتبس من كلام والدي فضيلة الشيخ محمد رضا، وهو بيدلنا على أن التعمير في الأرض مش العمران المادي فقط، لا، العمران المعنوي، الحس الإيماني، الروحي اللي بتنهجه أيضا مؤسسة نبض الحياة. كتير من أنشطة الخير المستفيد منها أسر معينة أولى بالرعاية، أكثر احتياجا في أبواب كتيرة من الخير، في المية، في تسقيف المنازل، في تجهيز الأيتام. لكن إحنا في مؤسسة نبض الحياة في شغلنا ما بنغفلش الجانب الروحي، الجانب اللي يوصل الناس إلى الله سبحانه وتعالى. يبقى إحنا بنجمع بين الجانب المادي، الجانب المادي والجانب الروحي. والجانب الروحي. الله. لأن الجانب الروحي هو ده اللي يتحقق به سكينة المجتمع، مجتمع سوي، أطفال ذكرهم من نعومة أظفرهم كده مشغولين بذكر الله سبحانه وتعالى، يحقق على المستوى الإيماني التكافل والتراحم والتواد والتعاطف اللي إسلامنا الحنيف أمرنا به. علشان كده لما احنا تبقى هي دي الصورة اللي احنا بنشتغل بيها في مؤسسة نبض الحياة، ونرعى كل الجوانب التنموية والاجتماعية. ما هي نبض الحياة ايه؟
للتنمية المجتمعية. تمام. التنمية المجتمعية مش ان انا اوفر للانسان كوباية مية بس. أيوة. ده مطلوب، ولكن لما يبقى فيه كمان مشكلة في ان هو في صعوبة جدا ان هو يروح يصلي في مسجد ويتحمل مشقة مسافة كبيرة وما يقدرش، ولو راح مرة مش هيروح التانية، والقلوب مش هتبقى متعلقة بالمساجد، لا ده احنا لازم نربط القلوب دي ايه؟ بالمساجد. بالمساجد. نعمل له تغذية روحية. ورجل قلبه معلق بالمساجد. معلق بالمساجد. عشان كده احنا بنهدف في مؤسسة نبض الحياة مش من النهاردة ولا من سنة ولا من اتنين، بفضل الله سبحانه وتعالى من بداية نشاط مؤسسة نبض الحياة احنا كلنا بفضل الله سبحانه وتعالى يعني عدد لا بأس به من المساجد تم تعميرها بفضل الله سبحانه وتعالى بأيدي أهل الخير الطيبين الكرام في مختلف المحافظات. أكثر من 12 مسجد يا دكتور مصطفى في مختلف المحافظات تم إعادة تشييدها، إعادة بنائها من جديد بفضل الله سبحانه وتعالى ثم بجهود الخيرين. بس أنا زعلان يا شيخ، أنا زعلان يا عم شيخ محمد. خير يا رب. والله زعلان لأن في عقوف اليومين دول عندنا في المؤسسة عن التبرع لبيوت الله عز وجل. لا هنا وده مش احنا مش متعودين عليه يا عم شيخ محمد. لا انا هبشرك ان شاء الله. هو طب نستنى البشرة دي. أوكي. خلينا على البشرة دي، نطلع مع بعض نشوف التقرير الاول في حلقتنا ونرجع نشوف بشريات سيدنا الشيخ محمد رضا عبد العزيز. يلا بينا. كتير من الناس بتفرح بامور الدنيا وقلة قليلة جدا هي اللي بتفرح بأمور الآخرة، مع أن سبحان ربي العظيم أمور الآخرة هي الباقية اللي سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا باغتنامها، ونعرف أن الفوز الحقيقي في أنك لا تدخر للدنيا وإنما تدخر للآخرة. جايب لكم النهاردة هدية. أيوة زي ما بقول لحضراتكم بالظبط، هدية، وهدية حقيقية، مش أنك تخش الجنة، لا ده إنك تفوز بجوار ربك عز وجل في الجنة. مؤسسة نبض الحياة زي لما هي بتهتم بالاحتياجات المادية للناس، اللي عايز وصلة مية ولا اللي عايز بير مية ولا اللي عايز يسقف بيت، برضو بنهتم بالاحتياجات المعنوية زي بناء المساجد. لما ربنا سبحانه وتعالى في القرآن بيقول إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر، فيشهد ربنا سبحانه وتعالى اللي بيعمر بيوت الله سواء كان بالتشييد أو بإقامة الشعائر فيها بالإيمان، وده اللي بنفهمه من كلام ربنا سبحانه وتعالى. السنة الجامعة ده إن شاء الله ينبني أهل الخير إن شاء الله، لأننا ما فيش مكان إلا هو والعيال دي الصغيرة كلها والشباب كله ما فيش مكان هو يصلي فيه. ونرجو من أهل الخير إنهم يقفوا معانا لبناء هذا المسجد، لعل الله أن يحفظهم ويرزقنا ويرزقهم ثواب العافية. وإحنا أنا رجل مسن عندي 67 سنة، والله ما بنقدر نروح للجامعة لأن الجامعة ده مغلق من 10 سنين. زي ما شفنا مع بعض حال بيت ربنا سبحانه وتعالى، ده مسجد عبد النبي حمادة في عزبة عبد النبي حمادة في محافظة البحيرة. احنا كنا قبل التقرير بصراحة ربنا يعني سيدنا الشيخ محمد ادانا كده من عند الله امل وقال لنا في بشرة، بشرنا يا سيدنا. اولا قبل البشرة عنا الاسلام عناية كاملة بتنشئة وتربية الطفل في المسجد وخلاله 3 سنين يعني 36 شهر تدريب. الحضانة عندنا بتبدأ من 3 سنوات. أيوة. لا في في المسجد بتبدأ من 7 سنين. تمام. أمرهم عليها 7 واضربهم على ليه؟ علشان الغذاء الروحي، كما أن للجسد غذاء فإن للروح غذاء. تمام. فمن أكلوش الواد ونشربوه ونسيب روح خدت الحضانة. فبس ما حطوا، أنا كان نفسي أتكلم في النقطة دي لكن إيه يعني خير كلامي ما قل ودل. ربنا يبارك فيك. لكن البشرات بقى إيه؟ أنا اتصل بي الحجة مجدة محمد الشريف من المنصورة وكان بتسألني بتقول لي يا عم الشيخ أنا سمحت الشيخ بيقول إيه ما تطعموا طعام وإن كنتوا عايزين تتبرعوا في مساجد تطعموا طعام الأول الناس جعانة. فبتسألني بتقول لي يا عم الشيخ أنا سمحت الشيخ بيقول كده، قلت لها يا حاجة أنا أهنيكي وبشرك بإن إحنا في كل مكان بنروحوه نقوم بأي عمل من الأعمال، تزييف، بناء مساجد، توصيل مية، توصيل مية، بنعمل إطعام لأهالي القرية الأكثر احتياجا، يعني إحنا ماشيين في الطريقين مع بعض متوازيين. الله الله الله، بشرة جميلة. وما جعله الله
إلا بشرى. بشرى بقى يا عم الشيخ أحمد. طيب. وبشرنا وبشر السادة المشاهدين كده بمكانة اللي يسارع دلوقتي حالا ويتصل زي الحاجة ماجدة والحاجة سناء واتصلوا على مؤسسة نبض الحياة. أنا مكاني فين؟ أنا أثر إيه عند ربنا سبحانه وتعالى؟ مع بشارات سيدنا ربنا يبارك في عمره يا رب. ده بيجدد الأمال عند ناس كتيرة جدا، يعني مجرد ما بتوصل عندهم نبض الحياة خلاص هم بيعقدوا العزم والنية واليقين في إن ربنا سبحانه وتعالى هيحقق الأمال على إيد نبض الحياة. ولذلك احنا زي ما شفنا حتى في التقرير في مسجد عبد النبي حماده وكنا موجودين هناك وفي مسجد اينا من قبل، واحنا عندنا قائمه انتظار يا دكتور مصطفى متعلقه بالمساجد. عشان كده انا بوجه نداء للساده المتبرعين والخيرين والمشاهدين ان احنا نتفاعل بشكل جدي في المشاركه في حمله بناء المساجد، لا سيما واذا كان هذا العمل من افضل الاعمال التي يتقرب بها الانسان الى الله عز وجل. الله بالله عليك، الله في الدنيا وفي الآخرة ليس شيء أعظم على الإنسان، مش إنه هو يتمنى الجنة، لا، ده إنه يكون في جوار الله عز وجل في الجنة. إزاي هبقى في جوار ربنا سبحانه وتعالى؟ ده اللي هنعرفه بعد الفاصل. نطلع فاصل مع بعض ونرجع نعرف إزاي يفوز بجوار ربنا. مؤسسة نبض الحياة عايزة تبرع. نبض الحياة سقف البيت ده عليا، كنت عايز اشارك في محطة تحلية المية. ممكن اسأل على سك النخلة؟ يا رب اجعله في ميزان. عايزين نشارك في حملة اطعام الطعام. لما زدنا في الخير يبقى الاثر، يبقى الاثر، يبقى الاثر. ورجعنا مع بعض بفضل ربنا عز وجل، بس نفسي نرجع بقى لبيوت ربنا سبحانه وتعالى، لحمل بناء المساجد يا جماعة اللي كلنا كنا بنتضافر وجهودنا كلها بتتضافر، وكان القائد بتاعنا فيها سيدنا الشيخ محمد رضا، ربنا يبارك فيه يا رب. ويا جماعة انتوا دايما اللي كنتوا بتدفعونا، احنا عملنا في مؤسسة نبض الحياة 12 مسجد، واخدين بالكم الرقم؟ رقم كبير جدا، ولسه شغالين حاليا في مسجدين، وان شاء الله في عندنا زمان الشيخ احمد ممدوح في قائمة انتظار، في قائمة انتظار لسه يا جماعة شغالة. انا بس يعني قبل ما اروح لسيدنا الشيخ محمد رضا اسمع بس من سيدنا الشيخ احمد جوار ربنا سبحانه وتعالى. في سورة التحريم، في تلك المرأة العابدة الناسكة الزاهدة آسية بنت مزاحمة، لما سألت ربها زوجة فرعون. زوجة فرعون، نعم. وسبحان الله، يعني لما نقول زوجة فرعون ما ينفعش ان انا اقارن اقول الزوجة ممكن تكون زي الزوج، لا ابدا. القلوب بين اصبعين من اصابع الرحمن، الهداية انما الهدى هدى الله، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. ولكن في قصة هذه المرأة تدل عن فهم، ودايما وإحنا في علاقتنا وفي دعائنا وفي سؤالنا ربنا سبحانه وتعالى زي سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم معلمنا، إذا سألتم الله الجنة فاسألوه الفردوس، مش مجرد الجنة. هي فهمت وعقلت هذا المعنى، فقالت وهي تسأل ربها عز وجل، لم تسأله الجنة كما قال العلماء، وإنما قالوا سألت الجوار قبل الدار. قالت ايه بقى؟ رب ابن لي عندك بيتا في الجنة. الله. ما قالتلوش يا رب انا عايزة بيت في الجنة، لا ده انا عايزة بيت ايه في جوارك يا رب في الجنة. طب يا عم الشيخ محمد دلوقتي حد من السادة المشاهدين دلوقتي بيقول يا عم الشيخ محمد انا معايا 500 جنيه بس، معايا 200 جنيه بس، ونفسي اساهم معاكم بس مكسوف. مكسوف اتصل، يعني هم 200 جنيه هيعملوا معاكم حاجة في المسجد؟ طبعا. هو ال 200 جنيه مش احسن من مفيش؟ يعني هو لو وضع ال 200 جنيه هيجيبوا كم طوبة؟ هيجيبوا كم شكارة أسمنت؟ هيجيبوا كهرباء إيه؟ هيسام بأي جزء؟ يبقى إذن هو نال هذا الفضل. بس أنا قبل المساهمة الحلوة دي، أنا عارف أنتوا عايزين تتكلموا ونشوفوا والناس والمساهمات والكلام ده، بس أنا عايز الشيخ أحمد قال لك أنت لو حد بيقول لك فيه جايزة بتبص للجايزة بتشتغل ولا لا؟ بتعمل ولا طبعا. حلو. طب الجايزة دي شكلها إيه؟ طب آسيا امرأة فرعون طلبت ايه؟ جوار الرحمة؟ ايوه طبعا. طب امال سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام بيقول لنا ايه؟ من بنى لله بيتا بنى الله له مثله في الجنة، او بنى له قصرا في الجنة. القصر ده حد فينا بيقدر يمتلك فيه فيلا دلوقتي؟ كل الناس بتقدر تمتلك فيلا؟ لا مش كل الناس، مش كل الناس، مش كل الناس. فيلا مش قصر. أيوة. وفي فرق بين الفيلا والقصر. القصر ده متعدد الاماكن كل المميزات موجودة فيه. فأما ربنا سيدنا النبي يشبه لنا أن من يساهم في بيت الله ولو كان في عصر قطار ربنا يبني له قصر في الجنة، دي الجايزة. الله. من اللي حايز قصر؟ من اللي حيمسك الفلوس ويقول لا خليك وانت هتسيبها من الورصة؟ لكن انت لو انفقت هتعمل ايه؟ هتلاقيها قصر هناك في الجنة، تسيب قصر.
قاصر في الجنة. ده احنا دلوقتي لو الواحد معاه فلوس بيت حلو ومكيف او فيلا بيجري ويقصط ويعمل على كام سنة ويدبر المسائل هجيب منين واعمل منين، وممكن قبل ما يسكنها يموت ما يلحقهاش ما يسكنهاش. لكن تخيل انت لو دبحت حاجة هيكون لك قصر هناك دائم. الله، وتحسبونه يا عم الشيخ احمد هينا وهو عند الله عظيم. الناس بتاخد الآية دي بس على الذنب. الله، طب هل هي فعلا على الذنب بس ولا ممكن على القليل؟ طيب ما هو على الحقيقة وسبق درهم 100,000 درهم. الله، يبقى هي دي الترجمة العملية اللي هو عند الله عظيم، رب درهم سبق 100,000 درهم كما تفضل سيدنا الشيخ رضا. يعني يا جماعة احنا ما نستقل، لا تستقل ابدا، والله لا تستقل المبلغ اللي انت بتشارك به. ما تخليش الشيطان يجي ويوعز لك ان انت العمل او المبلغ ده مش هيبقى منه فايدة. لا، العمل ده قد تتحصل منه البركة، لا ويقينا ستتحصل به البركة. إن لم تكن البركة مثلا ممكن 200 جنيه 500 جنيه 1000 جنيه النهاردة قيمتهم قليلة على أرض الواقع، لكن ثوابكم عند ربنا سبحانه وتعالى بصدق النوايا وحسن العمل ثوابكم عند ربنا كبير جدا. فالمال، المال الحقيقي يا دكتور مصطفى مش المال اللي في إيدي، المال ظل زائل وعارية مسترجعة، ومال الإنسان الحقيقي هو ما قدمه لنفسه. وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا، تجدوه عند الله إيه؟ هو خيرا وأعظم وأعظم أجرا. هو دبا والله سبحانه وتعالى عنده أجر عظيم. العظمة كلها في بيوت ربنا سبحانه وتعالى. تعالوا مع بعض نفتح باب من بيوت ربنا سبحانه وتعالى ونتفرج على التقرير اللي جاي ونرجع لبعض تاني. الباب اللي كان مقفول ده بقاله 7 سنين مقفول. مؤسسة نبض الحياة هي الأمل اللي فتح الباب ده من قلب الصعيد فينا في عزبة عبد الكريم تابعة لقرية الحجيرات. مشكلة أهالينا هنا إن أقرب مسجد ليهم على بعد 1.5 كيلو. السيدة عائشة بتقول أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ببناء المساجد، لأن المساجد منها بيطلع أهل الدين وأهل الخير وأهل الإيمان، وبيطلع منها ناس يعمروا الدنيا كلها عبادة وخير. الجامع ده من 7 سنين عملنا أساس يعني كويس. وأنا نعم بس عايزين نسقفه ونعدلوه زي خلق ربنا يعني. عايزين المدينة تنوع، عايزين الرحمن يخش بلدنا، عايزين الإيمان يخش بلدنا عشان الجامع بيت الله. في الوقت اللي احنا بنشتكي فيه ان كتير جدا من اولادنا طالعين واخلاقهم يعني محتاجه التعديل، ومحتاجين تعديل سلوك، محتاجين نربطهم شويه بربنا سبحانه وتعالى ونعلمهم يعني ايه اتقان العمل، ويعني ونعلمهم يعني ايه طلب العلم، ونعلمهم يعني ايه احترام الكبير، بنلاقي ان المكان المخصص لتعليم ده مش موجود، مش موجود حقيقي على ارض الواقع. انا بكلمك انا النهارده دلوقتي من قلب صعيد مصر، من قنا، من قرية عبد الكريم أو عزبة عبد الكريم تابعة لقرية تانية قرية الحجيرات، بيشتكوا من قلة المسجد. يعني حضرتك مولودة في العزبة هنا يا أمي؟ نفس العزبة مولودة هنا؟ أيوة مولودة هنا. ما كانش فيه مسجد قبل كده يعني؟ لا ما كانش مسجد فيه خالص. لما طلعنا بيه طلعنا احنا اللي وقفناه. أنت حضرتك عندك كم سنة؟ أنا 50 سنة. يعني الست بقى لها بتقول أنا عندي 50 سنة من ساعة ما طلعت ما فيش مسجد هنا. فلما يوم ما يفكروا يبنوا مسجد مش قادرين يكملوا. أنا إزاي هطلع جيل عنده كل المقومات الأخلاقية اللي تصلح لبناء مجتمع وأنا أصلاً مش حاطط له الأساس؟ عشان كده إحنا وقفنا النهاردة وجينا ننقل الصورة لأهل الخير، الناس اللي حقيقة عندهم دافع إيمان إن هو يكون سبب في إن بيت من بيوت الله سبحانه وتعالى يبنى. نفسنا نصلوا فيه والشباب الصغير اللي طالع دي نعمل لهم مكان دي يعني. إحنا معانا نقول كبرنا، لكن الشباب اللي طالع دي عشان يدعينا في الآخر. وبإمكانياتهم البسيطة قدروا يعملوا التصميم اللي هو اللي مش عايزين اكتر منه، مش عايزين بهرجة ولا عايزين منظرة ولا عايزين مسجد يعني تتحاكى الدنيا كلها بيه. والله العظيم كل مطلبهم بس مسجد يصلوا فيه وبيت يصلوا فيه. طب تعال شوف شكل التصميم الحمام. الحمام قد ايه؟ يعني اقل من متر. 5 حمامات الواحد فيهم يعني يدوب كده بتهيألي كده ما يكملش مترين على بعض. يعني ده شكل البساطة اللي هم عايزينها. مش عايزين أكتر يا جماعة من إن إحنا نصلي في المسجد، مش عايزين من أكتر من إن إحنا المكان يظلنا.
مش عايزين بهرجة في التصميم ولا أي حاجة خالص. والله كل طوبة اتحطت في المكان ده وكل حباية رمل اتحطت في المكان ده تشفع لصاحبها يوم القيامة عند ربنا سبحانه وتعالى، وتكون سبب ان ربنا سبحانه وتعالى كريم. فالنهاردة حطيت طوبة، ربنا سبحانه وتعالى يحط لك بيت. يا ترى في حد هيكلمنا دلوقتي ويقول انا هقدر اشيل السقف كله؟ حد انا هيقدر يكلمنا ويقول انا النجارة كلها عندي؟ حد انا هيقول الانارة كلها عندي والاضاءة بتاعت المسجد؟ حد تاني هيقول السباكة كلها عندي؟ الموضوع بسيط، والتجارة مضمونة والمكسب مضمون عند ربنا سبحانه وتعالى. زي ما شفنا في التقرير، كنا من شوية فين؟ في البحيرة، ودلوقتي راجعين منين؟ من قنا. واللهم قنا عذاب النار يا رب العالمين ببركة بيوتك. نبض الحياة ما بتشتغلش يا جماعة في منطقة واحدة، لا، نبض الحياة لما بتسمع استغاثة في أي مكان بنجري ونلبي النداء، وعاوزين في أسرع وقت نلبي لهم بيت ربنا. مفيش حد فيهم بيقول تعالى ابن بيتي يا عم الشيخ محمد، محدش بيقول تعالى ابن بيتي، لا، تعالى ابني بيت ربنا سبحانه وتعالى. طب ايه الاثر الباقي بقى للي هيسارع دلوقتي وينافس غيره ويسابق ويقول انا معاكم في بناء المساجد؟ يا سلام، رب العزة تبارك وتعالى حين يقول اين جيران، فتقول الملائكة ومن ينبغي له ان يجاورك يا رب. لا ثواني يا عم الشيخ محمد، اين ايه؟ جيراني. ما هو فاكر انت لما الشيخ احمد قال لك أيوة ان اسيا كانت طلبت من ربنا سبحانه وتعالى؟ سبحانه وتعالى. يا سلام. طيب ومن ينبغي له ان يجاورك يا رب، فيقول جيراني عمار المساجد. الله، عمار المساجد دول جيراني. انا عايز بس احنا انا يعني عشان بس الكلام حلو الحلو ياما، لكن انا بقول احنا بنبني بيت ربنا، مين اللي هيساهم في بيت ربنا؟ الله. مين ربنا قال اذن في بناء البيت؟ مين اللي هيقول انا اهو انا هدفع؟ يعني انا عايز كل واحد فينا، انا كنت اما الاقي المسجد عندنا عايز حاجه اروح للعيال في البيت اقول لهم مين اللي هيدفع فيه، والم من ده 100 وده 200 وده 300 واخد اودي للجامع. عايز نعلمه اولادنا ونعلمه نفسنا ونعلمه زوجاتنا ونعلمه الناس كلها ان احنا نساهم في بيوت الله دي. ليه؟ لانه كلما ذكر الله الذاكرون وكلما تعلم المتعلمون وكلما دعا الى الله الدعاء والمخلصون كان هذا في موازين حسناتهم يوم القيامه. فيلا كلنا نساهم في مسجد جنة ان شاء الله، ونكون اللي عايز يجيب طوب، اللي عايز يجيب رمل، اللي عايز يجيب زلط، اللي عايز يجيب اسمنت، اللي عايز يجيب حديد، اللي عايز يجيب كهرباء، اللي عايز يجيب سجاد، اللي عايز يجيب سيراميك، اللي عايز يجيب اي شيء يساهم به عيني، احنا على استعداد ان شاء الله. عايز يجيب مادي على استعداد، وربنا يتقبل منا جميعا صالح الاعمال يا رب، ويجعله في موازين حسناتنا. والخير دايما في بيوت الله. الله، الخير في المساجد. اللي عايز ربنا حضرتك دايما اللي عايز ربنا دايماً يفتح له الابواب يساهم في بيوت الله. الله، بيوت ربنا سبحانه وتعالى. يا عم الشيخ احمد، سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول من بنى لله مسجدا ولو كما فحص قطاه بنى الله له بيتا في الجنه. بنى ايه؟ بنى الله. لا، بنى لله. من بنى لله. خلينا الاول نتكلم فين. أيوة. من بنى لله. لله، علشان دايما وانت بتعمل العمل لا سيما اذا كان بناء مسجد بقى جدد النيه. يا سلام، اخلص مع ربك عز وجل. ولكن انا الحقيقه والتقرير بيشدني او بيرجعني مع نبض الحياه لتاريخ يعني زهو وفرح اهل اينا نفسهم عاشوه، واحنا بفضل الله سبحانه وتعالى نفذنا في محافظه اينا نفسها في نجح حمادي وابو تشت وغيره ثلاث مساجد قبل كده. فاسم نبض الحياه يعني مخلي سايب اثر طيب وسايب بصمه طيبه موجوده في المكان. يعني بالذات طبعا مسجد الشهداء ومسجد الرحمن والمسجد العتيق. انت فاكر الله كل المساجد دي الجميله، كل المساجد دي بفضل الله. انا بتكلم هنا بقى يا سيدنا في هنا علشان احنا بنوجه دعوه لكل اهل هنا الطيبين بالمشاركات الطيبه وبالمشاركات الجميله بتاعتهم. اللي ما يقدرش ان هو من هنا وعايز يساهم معانا بطوب، بنقول باب التبرع العيني مفتوح. اللي عايز يساهم معانا بحديد، باب التبرع العيني مفتوح. كل ابواب التبرع العينيه والماديه موجوده، وجه تبرعك في مسجد هنا للمسجد اللي موجود معانا باذن ربنا سبحانه وتعالى، يبقى فتحه خير وما يكونش المنتهى مسجد ورا مسجد، بيوت بتتبني لنا عند ربنا سبحانه وتعالى. يا رب ارزقنا الصدق والاخلاص، واجعل هذا العمل في موازين حسناتنا جميعا يا رب العالمين. يا رب، اللهم امين. في نهايه حلقتنا بحب اوجه الشكر لابي وسيدي الولي الذاكر والصفي العارف الشيخ محمد عبد العزيز. الله يبارك فيك، ربنا يكبر بخاطرك يا رب. ربنا يبارك فيك. وبوجه لفضيله الاخ والصديق فضيله الشيخ احمد ممدوح
خالص التحيه والتقدير لتشريفك البرنامج. الله يعزك ربنا، ربنا يكبر بخاطرك يا رب. ولا تنسى ان من اراد ان يرضي مولاه فليقدم اخراه على دنياه، وليسعد بصدقه في بيت من بيوت الله قلب سيدنا رسول الله، وليتصل بنبض الحياه لنعالج ونكبر كل قلب حزن او انكسر، لاننا نؤمن ان عند الله يبقى الاثر. رقم كام يا دكتور؟ 15740. 15740 رقم التواصل الجميل بسعر الدقيقة العادية، عشان سيدنا الشيخ محمد ما يزعلش. بسعر الدقيقة العادية. كل لحظة حضراتكم طيبين، كل لحظة حضراتكم منفقين من أي وسيلة من وسائل التواصل الجميلة، مكتب البريد أو الحساب البنكي أو الاتصال على أرقام التليفونات اللي ظهر على الشاشة. دمتم في رعاية الله وأمنه. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. We'll be right back.